يشير مصطلح مستعمرة روانوك إلى محاولتين اثنتين قام بهما السير والتر رالي لتأسيس أول مستوطنة إنجليزية دائمة في أمريكا الشمالية. أسس الوالي رافلين المستعمرة الأولى في عام 1585 في جزيرة روانوك في المنطقة التي تعرف اليوم باسم مقاطعة دير في ولاية كالورينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية. أنشأ جون وايت في عام 1587 بعد فشل مستعمرة عام 1585 مستعمرة أخرى على نفس الجزيرة، وأصبحت تعرف باسم المستعمرة المفقودة بسبب الاختفاء الغير المفسر لسكانها. كانت مستعمرة رافلين تعاني من نقص في الإمدادات ومن العلاقات السيئة مع الأمريكيين الأصليين المحليين. قرر لين في الفترة التي قضاها سكان المستعمرة في انتظار ريتشارد غرينيفا ليحضر لهم المؤونة أن يهجر المستعمرة ويعود إلى إنجلترا مع فرانسيس دريك، وهو ما حصل في عام 1586. وصل غرينفيل إلى إنجلترا بعد أسبوعين اثنين من انطلاق رحلته، وترك وراءه كتيبة صغيرة لتحمي مصالح رالي. أرسل رالي في عام 1587 وايد في رحلة استكشافية لإنشاء سيتي أوف رالي في خليج تشيسبيك. أسر ربان سفينة القيادة سايمون فيرنادز خلال توقف الرحلة للإطمئنان على رجال غرينفيل على إبقاء المستعمرين التابعين لجون وايت في روانوك. عاد وايت إلى إنجلترا مع فيرنايتز، وكان حينها ينوي إحضار المزيد من الإمدادات للمستعمرة بحلول عام 1588. أرجأت الحرب بين إنجلترا وإسبانيا عودته إلى روانوك إلى عام 1590. وجد وايت عند وصوله إلى روانوك المستعمرة محصنة ولكن مهجورة، ووجد كلمة كرواتوان محفورة على سور المستعمرة، ففسرها على أنها تشير إلى انتقال المستعمرين إلى جزيرة كرواتوان، لكنه لم يتمكن من متابعة رحلته إلى تلك الجزيرة بسبب هيجان البحر، الأمر الذي اضطره إلى العودة إلى إنجلترا مع سفنه. ما يزال مصير مستعمري عام 1587 مجهولا حتى اللحظة. تقترح بعض التخمينات أنهم اندمجوا مع مجتمعات الأمريكيين الأصليين ابتداء من عام 1605. أفادت التحقيقات التي أجراها مستعمرو جيمس تاون بتقارير تدعي تعرض مستوطني روانوك مع أشخاص آخرين لهم امتيازات أوروبية كانوا يتواجدون في القرى التابعة للأمريكيين الأصليين للقتال في مذبحة، ولكن لا يوجد حتى يومنا هذا أي دليل دامغ على هذه الادعاءات. تراجع الاهتمام بهذه القضية حتى عام 1834، وذلك عندما نشر جورج بانكروفت روايته التي حملت اسم تاريخ الولايات المتحدة. وصف بانكروفت المستعمرين ولا سيما حفيدة وايت فيرجينا دير على أنهم شخصيات أساسية في الثقافة الأمريكية، وعلى أنهم قد استرعوا اهتمام الجماهير. على الرغم من الاهتمام المتجدد بلغز مستعمرة روانوك، إلا أن الأبحاث الحديثة لم تقدم أي أدلة أثرية لحله. ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأدلة الجديدة المتعلقة بمستعمرة روانوك المفقودة بفضل التقدم التكنولوجي والعثور على خريطة قديمة. يقترب الباحثون من اكتشاف ما حدث لمستعمرة جزيرة رونوك المفقودة. ما الذي نعرفه؟ كان المستعمرون المفقودون هم المجموعة الثالثة من الوافدين الإنجليز في جزيرة رونوك بولاية نورث كارولينا، ويستقرون بالقرب من مدينة مانتيو الحديثة. المجموعة الأولى التي وصلت في عام 1584 جاءت لاستكشاف ورسم خريطة لمجموعات المستقبل. المجموعة الثانية التي وصلت في عام 1585 وجهت إليها مهمة عسكرية وعلمية، لكن رحلة المجموعة الثانية
لم تكن سلمية. وقال كلايس ويندل من متحف ألبيمارل في مدينة إليزابيث بولاية نورث كارولينا، وهو عضو في فريق الآثار الذي يحقق في أمر المستعمرة: من هنا تبدأ التوترات مع قبائل الأمريكيين الأصليين، والذي يقول إن هذه المجموعة الثانية طردت في عام 1586 من قبل القبائل الغاضبة، حيث كان المستعمرين يتسولون على أرض وموارد جديدة. وصلت المجموعة الثالثة في عام 1587، وجاءت عائلات بأكملها مع أطفالهم 17 امرأة و11 طفلا رافقوا 90 رجلا، وهذا يعني أن المجموعة أرادت الاستقرار في العالم الجديد، ولم تكن رحلة عسكرية، والتي كانت ستشمل المستكشفين الذكور فقط. بدأت فكرة البحث عن المستعمرة المفقودة من جديد بسبب خريطة قديمة منسية منذ فترة طويلة للمنطقة يطلق عليها لا فيرجينيا باس، قام برسمها حاكم المستعمرة جون وايت، والتي أعادت النظر في مصير المستعمرين المفقودين. تم اكتشاف بقعتان على الخريطة، ونظر العلماء في المتحف البريطاني إلى البقع واكتشفوا رمزا صغيرا باللونين الأحمر والأزرق. هل يمكن أن تشير إلى حصن أو موقع سري للطوارئ؟ بعد الكشف عن سر الخريطة، اقترح بعض العلماء إلى جانب مؤسسة فيرست كولوني فاونديشن التي تدرس المحاولات الأولى للاستعمار في العالم الجديد رحلة عودة إلى المنطقة، وهذه المرة سيكونوا مجهزين بأدوات تكنولوجية من القرن 21 مثل مقاييس أرضية ومغناطيسيات ورادار اختراق الأرض. بدأت العملية في وقت سابق من هذا العام بإجراء مسح عبر الأقمار الصناعية للموقع. يبحث الباحثون عن أوجه التشابه بين الخرائط القديمة والجغرافيا الحالية للمنطقة بمجرد تحديد الأماكن التي تتطابق فيها النقاط على الخريطة مع المشهد الحالي. ستتبع ذلك عملية مضنية تتمثل في وضع شبكة والبحث عنها بشكل منهجي. تنبعث التكنولوجيا من موجات الرادية إلى الأرض وتقيس الصدى، لأن الإشارة تنعكس على أشياء مختلفة مدفونة تحت الأرض. في الأساس فهو يقيس العمق الذي تنتقل به الإشارات قبل أن يصطدم بشيء يسبب ارتدادا يمكن قياسه. بمعنى آخر، قد تشير الإشارات إلى وجود شيء مخفي تحت الأرض. وجد العلماء نمطا لم يتم اكتشافه سابقا يشير إلى وجود هيكل أو أكثر، ربما مصنوع من الخشب، تحت حوالي 3 أمتار من السطح. يشير وجود الهياكل المدفونة والسياج بقوة إلى وجود نوع من الاستعمار في المنطقة. ما يزيد من تعقيد القصة هو وجود مواقع استعمارية لاحقة في المنطقة خلال القرن 18. ولكنهم عثروا على أدلة أن المنطقة احتوت على الاتصال بين القبائل المحلية والمستعمرين الأوروبيين في القرنين 16 و17. الخطوة التالية في حل هذا اللغز الأمريكي القديم هي أن يدخل العلماء إلى هناك ويحفروا في مناطق وجود تلك الهياكل لحل اللغز الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.